الفقرة الرياضية مشاهدينا الكريم، حاضر معنا صبيحة اليوم في بث مباشر من إحدى قاعات الرياضة بالجزائر العاصمة، وين يلتحق بنا صبيحة اليوم الكوتش الرياضي أمين ميقاربا كالعادة والمعتاد، ونقول له صباحك سعيد كوتش وأهلا وسهلا بك. صباح الخير خويا يوسف، صباح الخير كاع المشاهدين، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إذن كوتش أمين، صبيحة اليوم راح نخلوك تعطينا بعض التمارين الرياضية الجديدة والمتجددة لعضلة الذراع، أليس كذلك؟ بالإضافة أنه راح تصحح بعض المفاهيم المغلوطة اللي ورثناها ولا اللي جبناها من خليني نقول الرياضيين السابقين. اليوم العلم تطور والأكيد الموسوعة الفكرية والعلمية تاعنا تغيرت أيضا، فبالتالي لازم نجدد ونحين بعض المفاهيم الرياضية المغلوطة. شكرا خويا يوسف. بون، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نديروا عضله الذراع، وما يخفالكمش ان عضله الذراع كاين بزاف يحبوها بزاف، وهي اللي تعاوننا في الحياه اليوميه تاعنا، يعني ترفد بها تعاون اشغال في البيت عندك في اي بلاصه تستعمل عضله الذراع. وحاجه واحده اخرى، اليوم مباشره انا دوكا حاليا راني مريض بالعرقلاسه، يعني عندي بروبليم تاع ايس اسياتيك وعندي بروبليم تاع ارني ديسكار. حاليا انا نهضر معكم ولا راني مبلوكي باش نوريكم طريقه تاع عضله الذراع اللي عنده ميم بروبليم تاع ارني ديسكار ولا عرقلاسه يقدر يدير لي موفمون هذوما وبكل اريحيه، يعني الاز. انا الطبيب تاعي كي نروح ليه يقول لي اخدم ما ديرش الاوزان بزاف واستمر بك فيها. التمرين الاول كيفاش حيكون؟ كاين بزاف رياضيين يتجهوا يخدموا ليبرا تاعهم ولا شوف كيفاش يخدموا. كاين بزاف رياضيين يخدموا تمارين تاع البيسبس هكا، عضلة البيسبس واقف هنايا ولا هنا مارطو. حنا دوك نشغلوا عضلة الذراع وحنا قاعدين، كيفاش نديروا؟ الحاجة الأولانية ندنوا البون هذا دقيقة، نجوا هنا هاو البون كيفاش يكون. بون يكون هكا، علاه؟ انا ظهري دوكا يوجع، ما نقدرش نخدم واقف باسكو لي كرازمون حيصرى عليه، صار لي بروبليم في القطنية هنا تاع الظهر، عندي بروبليم، أو ميم طو عندي سطرة وهنايا ويضرب. كي نخدم هنا بري شارج ولا عندي 15 كيلو ولا 10 كيلو، راح نزيد السطر أو ميم طو نحبس الرياضة، واحد طروا مو ولا كاتر مو حتى نضرب ليه. أنا كيفاش نكون؟ نكون كيما نقولوا حنا عند ذكي في لي موفمون، واش ندير؟ ها نريح كيما راني في لو سياج تاعي، يكون هنا البوا خفيف. واش ندير؟ نحط روحي بيا، ها ما نكونش هكا ونخدم، ها حطو هاديك نخدم هنا غير بالعقل، هبطها بالعقل وطلع بالعقل. دو تروا كات سانك سيس سات ويت، الهبطه بالعقل والهبطه بالعقل والهبطه بالعقل هكا نف ديس. كي نكمل هذه واش ندير؟ اونشالمو معاها اكزرسيس كيف كيف، راح ندور يديا نخدمو ماربو باش نشغلو الراس. ها ها دو تروا كات سانك سيس سات ويت ناف ديس. شوفوا كيفاش راني نهبط، نحس السطر هنا، علاه؟ دوكا شوف كون نخدمو انا هكا هنا فرصه فرصه حيا ادين. الحاجه الاولى راح نرفد لاختيار هكا، راح نرفد هكا نهبط ومن بعد راح نطلع تو سامبلومون، راح يكون عندي بوا تسمى باش نيفيتي وكاع البروبليم هذا تاع نوقف ونخدم هكايا كيما راني هكا ونعاود نقلب يدي هكا نخدمهم قاعد. كي تخدمو قاعد شوف كيفاش تكون كونتراكتي لو بوا تاعك، او ميم طون تستمر في الرياضه. انا ما نقدرش نحبس الرياضه، سي امبوسيبل، نحبس الرياضه نزيد نمرض. هذه باش رساله و كيما نقولوا توعويه. كي تكون انت مريض عندك غريب باينه بروبوزي، عندك بروبليم في وسمو مع استشاره الطبيب. انا الطبيب تاعي واش قال لي؟ قال لي دائما كي تشوف روحك تحس روحك عندك بروبليم، انا ولات لي غير كيما، تما واش نديرو؟ نعاود نولي ندير لي زيكزارسيس اللي عطاهم لي الطبيب. نعاود نريح، ها هنا نريح بيان ضروة ونخدم، ها ضروة كات ها
اكو تشوفوا ها سهله مهله مي وجعكني ظهركني ولا باسكو قاعد على السياج نو نو بلا واش ندير نعاود نقلب يدي دوزيام اكزرسيس واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة كي نجي نحط البارتر تاعي واش ندير نحطها هنايا هنا ونحط هكا وروبوزي ساهل ماهل خير ما تروح تخدم كيما نلقاو الناس مرات في ظهرهم يخدم ويبالونسي ما تجي من البليسير اخدم بالطريقه هذه ما يصرالك والو اوزان تكون خفيفه تخدم حاله عندنا درنا دي زيكزارسيس تاعنا زوج هنايا قاونا دو اكزارسيس كيفاش يكونوا كيف كيف تجي هنا في البون تخدم بلا بار هذه تحب تخدم بلا بار هذه زاد ولا تحب تخدم بليزارتر ليزارتر كيفاش يكون تجيب هادو ها تشدهم هنايا دوك نقلب لكم الزاويه باش تشوف هنا تشد لها هنايا ها هاي ها بوب نو الزاويه راح تكون هنايا نونشينيوه مع هذا نديرو اونشالمو اون باراليل مع سوبر سيري عاود تجي هنا واش دير تانكليني روحك دير هنايا يدك هنايا هنايا عضله السواعد ديرها هنا مع مع لي جونو تاعك وترفد هنا ترفد راسك وتعاود تولي هنا ها كمل 10 منا عاود قلبها منا ها هايلي 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 كملنا منا دوك ندور لكم الزاويه كيفاش تكون هاي الزاويه كيفاش تكون هاك شوفوا الزاويه خير وندنوا هذايا واش نرفدو ها ترفد لازارتير تاعك خفاف واش تقدر تشدهم هنا تلصقهم تخدم هنا ها هكا ولا تحب تخدم بالحبه كيف كيف ها تخدم بالحبه زعما ظهرك وجعك ولا ها تك هنايا ها طور قلب ولا ما تيتيليزيش لارتير يوتيليزي لابار لابار كيف تكون ها تشدها بار زاد تشدها هنا ها توقف صدري ونخدم ها هاي لي هكا دو اكزرسيس قاعد هنا تقدر تخدمهم في البيت عادي دو اكزرسيس تخدمهم هنا والاكزرسيس هذاك نعاودو لكم كاين بزاف اللي ما يعرفش سورتو البنات جينيرالمون عندهم بروبليم في الموفمون هذا دائما يوقفوا رواحتهم يخدموا هنا ها ما ديرش هكايا كاين بزاف اللي يخدموا هكا هنا وكاين فيد يقدر هذا لارتير واش يدير لك شوف هنا علاه نديرو حنا هكا باش هنا لارتير ما يغلبناش وكاين الحاجز عليه بصح كي دير انت هنايا وتكون بالبوا تروح يدك هنا لابوني تاعك تقاس يقدر يطيح لك من لارتير بصح باش نيفيتو لي بروبليم تهبط وقف صدري عضله يكون فيها هنا ارتكاز ها مركز الثقل راح يطلع العضله هذه هاي تعاود تقلب يدك كيف كيف هاليك نوقف روحي هاك الاز هنايا درنا لي ربع لي زيكزارسيس تاع البيسابس نروحو دوكا للتريسابس التريسابس كيفاش يكون كيف كيف ساهل في البون واش نديرو نهبطو البون هذا يكون هكا هاوليك البون هاوليك البون كيفاش يكون تاع التريسابس تحبو تخدمو بليزارتر وهنايا اربع جولات كيما خدمنا دوكا كل جوله كل موفمون دير فيه اربع جولات واللي يكون جديد اللي يكون جديد باش يفيتي مام لي بروبليم هادو تاع لي بليسير ومنا يدير ثلاثه جولات تاع 10 واللي يكون شويه اونسيان يدير اربع جولات تاع 12 حتى 15 نبداو بلارتير هنا شوف لارتير نشدو هكا نهبطو هنا هنايا في قدام ودنينا ونطلعو هاي تقدر تخدم هكا بالارتير
سورتو اللي عندهم نساء اللي عندهم بروبليم تاع سيليليت هنايا كاين بزاف نساء في السوشيال ميديا يبعثوا لي ميساج في لي باج ولا يقول لك دائما عندنا سيليليت عندنا هنا بروبليم هذا عندنا فيه سيليليت والعضله هذه بزاف لازم تخدمها المراه باسكو هذه تولي لها عضله نائمه تخدم هذه تخدمها بليزارتير ولا في لاصا اللي لا راحت الكوتش توري لها بلا بار لا بار كيفاش تكون بار زاد كيما هذه دوك نوريكم الزاويه من جهه من هنا نوريكم زوج زاويات هنايا بلا بار كيما هذه تجي هنا تغلق لي كوت تاعها تهبط هنا شوف تجي هنا ها كيفاش تخدم ماشي تخدم هكا هكا لا لا خطا هاولي كيفاش غير بالعقل هاي ديك الموفمون كيفاش تنفس الشهيق والزفير دوك نوريكم دوك الزاويه كيفاش تكون هاي الزاويه كيفاش تكون هكا باش تلحق لكم المعلومه مباشره عبالي في شويه في لاتيلي يبانوا لي موفمون ان بو بيزار هكا ها كيفاش تكون هكا ها كيفاش نكونوا يديا ما يكونوش هكا ونهبط لا لا خطا سيتو المبتدئين يدينا يكونوا هك ونهبط ونطلع ها وتخدم بكل اريحيه لازم ماشي تخدم وانت ترعد ودير هكا لا لا هاي ها واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته نخدموا عشره قلنا واحد جديد يخدم عشره طرواسيري واحد اونسيان من دوز حتى الكنز نعود نوليكم بلارتر بلارتر ثاني كسهل جي لهنا ها الموفمون كيفاش يكون ها ها هاك تشوفوا كيفاش ساهل مال دوزيام موفمون راح تخدموا مع هذا وشنو هو دير ان بون كيما هذا انيويكم زوج زوايا باش تعرفوا كيفاش لا بوزيسيون تاعكم بون كيما هذا ولا هذاك رانا قاعدين فيه تشد هنا دير يديه هنا شوفوا ها شوفوا يديك كيفاش يكونوا وطلع وتهبط ها نعاود نولوا لاغوش كيف كيف هنا هنا في راسي ونخدم دوك ندورو الزاويه الدوزيام هنا كيف كيف واحد جديد طرواسيري دو ديس واحد اونسيان كات سيري من دوز حتى الكنز يسي يلحق الفشل العضلي دوك انا ندير لكم الزاويه كيفاش تكون كي تكون اون فاس ها كيفاش تكون تريح في البون تاعك الاز ها شوف كيفاش تكون هاك شوف 90 درجه ظهرك راهو اليني مع البون ها هاولي ما تخدمش هكا ها هذه قام ايش خدمه كاين الناس تخدم تجري راني بالبو تاع 5 كيلو لازم دائما ها الهبطه بالعقل وطلع بالعقل ها كيفاش هادو لي موفمون تخدمهم لي دو كيف كيف طونشينيوهم واحد جديد ما يقدرش يخدم كل حاجه وحدها هاديك عاود نقلب لاكوش هاديك هاكا هادو لي زيكزارسيس لي دو كيف كيف بعدا واش نديرو توجور انا مع لي بروبليم تاع الظهر و لي زاتلات يكونوا جدد باش يخدموا بطريقه صحيحه واش يدير رجعوا هادي دوكا نعاودو نتاجهو للتريسبس هنايا نقيسو ثلاثه رؤوس ديالكس هذا الموفمون يقيس ثلاثه رؤوس تاع تريسبس نعاودو نهبطو البو نقيس الجبهه تاعنا كل واحد والجبهه تاعو كل واحد والفورمه تاعو ها كيفاش يكون شوفوا فيه باش نيفيتيو شوفوا الخدمه كيفاش واحد بروفيسيونال ولا محترف يخدم هكا شوفوا محترف واحد محترف كيفاش يخدم باسكو على بالو واش راه يدير راه يقيس في العضل تاعو ماشي في الظهر تاعو ها يخدم هكا شوف يكون واحد محترف يعني يعرف يخدم الموفمون تاعو بالعقل شوف الزاويه تكون هكا ها يخدم هو هكا هاوي يعني يديه يكونوا مع الدورسو بصح واحد جديد واش نديروا له نقولوا له عجل لي كرازمو تاع لومبار واش يدير
يهبط البون تاعو يحكم لي زارتر تاعو واش يدير؟ يدير هنا هاولي يدير راسو باش يكون الاز. علاه؟ هاجل القطانيه تاع الظهر باسكو مازال ما والفش الموفمون هنا. واش يدير؟ باش يكونسونطري غير على التريسبس. واش يدير؟ يحط راسو هنا هاليك يطلع يديه ويخدم هنا. شوف هاكي شيخ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. قلنا دائما نكرروها، واحد جديد تروا سيري دو 10، واحد اونسيان يعني عنده 6 موا، ولا وحده اونسيان عندها 10 شهور ولا 6 شهور في الرياضه دير 4 سيري من 12 حتى ل 15 دير تلحق الفشل العضلي. هذه هي. تما درنا الموفمون الاول ودرنا الموفمون الدوزيام، دوكا هذا الموفمون تروازيام مع من نديروه؟ نديروه مع حاجه اللي تقوينا بكيفاش شغل ان بتي موفمون بصح شباب. كاين بزاف اللي يخدم هنا تلقاه يخدم في البون. شوف يديك شحال يكونوا باش نقيسوا هنا مركز الثقل هذا يجي هنا. شوف هذا شويه واعر لواحد ديبيطون بصح مليح باش ما يولي يقدر يدير الديبس. بعدا نهضروا عليها الديبس بار بارالال، كاين بزاف اللي ما يعرفش يخدمها. هذا الموفمون يعاونك بزاف. شوف واش نديروا؟ راسي يدخل لهنا وكي نطلع نطلع بهذوما. شوف شو الخدمه كيفاش نشد هنا. دوك نوريكم الزاويه كيفاش تجي هنا. شوف راسي وين يدخل. اوب شوف هنايا واش راح نديروا؟ راح نديروا استطاله للعضله تاع التريسبس، تولي العضله تاع التريسبس تحكمها منا حتى لتحت. دير لها شغل ستريتشينغ يعني تمديد العضله. شوف اوب هنا وتعاود تولي. واحد زوج ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنا واش تحس؟ لي يخدم هذا الموفمون يحس، تحس طر منا لهنا كاع التريسبس تاعك يحرق. نعاودو نبدلو الزاوية باش تشوفوها. هاي كيفاش تكون؟ توقف طاليني روحك بيا تشد هنا. واش يولي؟ ليكو تاعك ما يروحوش هكا وتخدم. لا لا غلط. دور ليكود تاعك للتحت، ليكود يجو هنايا ويدور هذا لو سمو يدك دورها هنا. واش دير؟ راسي هو اللي ندخل به لتحت وكي نعاود نطلع نطلع بهادو بلي تريسبس. ها شوفوا الخدمه كيفاش نشد هنا بيا باك وتزلقوا هنا باك تزلق شد روحك بيا احكم هكا ولا ها واهبط. ها شوف واحد زوج ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هذا الموفمون كي تخدمه تحس واحد البامب أو ميم طون هنا تحس يعني استطالة للعضلة تاع التريسبس كامل. على باسكو لي موفمون دو برا تاع لي برا هما الصح كي يكونوا لي موفمون تاع لي برا صحاح لو كور تاع كومبلي راح يستفاد. لي بولي استفاد ما يصاركش بيه بليسيور. لي باكتورو ما يصاركش فيهم بليسيور. الظهر ما يصاركش فيه بليسيور. علاه؟ باسكو لي برا هو اللي راح تربط بهم. كي يولي عندك كيما نقولوا حنا لا موبيليتي في لي برا سي بون. كيما حنا لا موبيليتي تاع لي زاتليت وين تكون عيانه لي سكوات تسمح لنا. المشكل تاعنا من هو الفوق اللي يكون عنده ما عندوش موبيليتي هنا في لي برا يجيه مشكل كاع في باقي التمارين. المهم ان شاء الله تعجبكم الحصه وان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله السمانه الجايه ان شاء الله يكتب ربي ان شاء الله يا ربي. شكرا لك كوتش امين ميغرب على كل المعلومات المقدمه صبيحه اليوم. ولكن سؤال وصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي ما نضيعوش الفرصه انه نطرحوه عليك، واللي هو كوتش يقول لك اثناء الانقطاع عن ممارسه الرياضه شحال من اسبوع وحنا نديروا تمارين بسيطه قبل ما نرجعوا الى النظام القديم؟ شوف خويا يوسف هذه العفسه ما تنطبقش كاع على الناس. نعطيك اكزومبل، انا نقدر نحبس 6 موا تاع سبور زعما صارت لي بليسير ولا حاجه دات لي عائق اني سبور حبست عليه 6 اشهر. نقدر ابري 20 جور نقدر نعاود نولي لي شارج تاعي باسكو كاين الذاكره العضليه.
بصح الا كان اتليت جديد يعني دار 4 موا باسكو ما يخفالكش بين اتليت داير 10 سنين حديد واتليت داير غير 3 سنين 3 شهور ولا 6 شهور ميسكيلاسيون ولا فيتنس كيحبس باش يعاود يولي عنده فتره كبيره. بصح واحد اللي يكون اونسي عنده 8 طون 10 ans يعني يقدر 20 جور 25 جور يتاقلم يعاود يولي لي شارج تاعو النظام الغذائي تاعو. حنا واش نكونسييو واحد اللي حبس سبور عنده 3 موا عنده في السبور شويه وحبس يعني الكتروني يسي الماكسيموم الماكسيموم باش يفيتي كاع لي بروبليم يسي شهر شهر كومبلي يعني يدير كيما نقولوا حنا السيركوي تاعو كيما نقولوا حنايا يرودي روحو كيما نقولوا حنا بالعاميه باش يفهموها شو الروداج كيما الطوموبيل عاوت لها هي موتورها كان جديد ومن بعد كولالك واش كي تروح تديها الميكانيسيه وتخدمها واش يقول لك يقول لك لازم تكون روداج روداج كيفاش يكونوا دو بلان تما انت تمشي بها في البلا كيما انت تمشي في البلا ما تشارجيش ما ديرش لي موفمون تاع واحد اونسيان ولي شارج دير دي موفمون دو باز وتعاود دير كيما نقولوا حنايا المرونه للعضله تاعك ابري شهر ادخل في لي شارج ادخل في النظام الغذائي ما في النظام الغذائي خويا يوسف ما تقدرش واحد حابس تروح تعطي له نظام غذائي ديريكت تشارجي يعني ابري ان موا تقدر تروح تتجه للخطوه الثانيه يعني كل حاجه خطوه بخطوه حتى نصل الى النتيجه السابقه. شكرا لك من جديد كوتش امين ميغربا اكيد نتلاقى من على 15 يوم.